أمي، إلى أين أنت ذاهبة؟ غدا رمضان، وأريد أن يكون لنا نصيبا من الأجر والثواب اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وكيف ذلك يا ماما؟ أنا ذاهبة إلى مركز السلام كي أتكفل صائما طوال شهر رمضان. ولماذا مركز السلام؟ منذ أكثر من 20 سنة، وجمعية مسلمي بلوهافر تقوم على تنظيم وجبات الإفطار للصائمين من الطلبة والمحتاجين، وقد بلغ عددهم في السنوات الماضية أكثر من 300 وجبة يومياً، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى. أبي، لماذا توقفت هنا؟ أريد أن أتكفل بإفطار صائم طيلة شهر رمضان المبارك بمبلغ 210 يورو. أليس هذا هو المركز الإسلامي الذي حدثتنا عنه؟ نعم، هذا هو يا ابنتي. وأنا يا أبي عندي 7 يورو، هل تكفي لإفطار صائم؟ نعم يا بنيتي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. للمشاركة 7 يورو لإطعام صائم في اليوم، 49 يورو لإطعام صائم لمدة أسبوع، 210 يورو لإطعام صائم كل يوم طيلة رمضان، وذلك مباشرة في مركز السلام أو المركز الإسلامي بلوهافر، أو استعمال الجهاز الموجود في كلا المسجدين، أو الضغط على www.amh_online.fr. كما بإمكانكم الاتصال بنا لأخذ تبرعاتكم. تقبل الله منا ومنكم.